ليه؟ ما هي سمعاني الصغير عم يبكي؟ لك قومي ولا حرف، قومي شوف الصغير يلا. ليش انت إلك عمر يا فصعوني؟ بعدين هدول اخواتك وانت مجبوره فيه. تقبريني، شوفي اخوكي ليش عم يبكي؟ صرت مغيرت له مرتين وحطيتها ببراني ولهلا ما سكت. عبير تركي كل شي من ايدك وجيبي لي السكر اوام. ماني فاضية، قوم جيب لحالك. هلسان الطويل بدي اقص لك اياه هلا. عم تجاوبيني فهيك؟ بدي احرمك تجاوبيني مرة ثانية. جاوبي مرة ثانية. خليني أخلصني يا ماما. كان لازم أعرف ربيكي من الأول. هزت لي بدني. لك انت بترضى حدا يضرب لك بنتك هالضربه هاي؟ اذا بدها تطلع وقحه مثلها بدها تاكل قتل مثلها واكثر كمان. طيب ماشي، ممكن تفهمني شو عملت لحتى قتلت هالقتله القاتوليه؟ لك بدنا جيبي لي معلقه سكر تقول لي قوم جيبي حالك. ابنك كان عم يبكي ومستعجل بدها تعمل له قطعه، بعدين شو كان صار لك لو جبت السكر انت؟ يا سيدي اطلبها مني انا بجيب لك اياها براسي. هالبنت مثل الشوكه بعيني، ماني عارفه شو بدي اعمل معها. حرام عليك، حرام عليك انوار، لساتها صغيره، لك ما حدا بيعرف خيرها من شرها. صار عمرها 9 سنين وانا ما عاد اقدر احويها من هيك. شو قصدك؟ ما بعرف، لا يلك حل معه.